الترشي الترشي يرش الفريق الايفواري باداء ناري، كرة بكل الخطورة، رأسية جزائرية مثالية في هذه الأوقات الكروية تحت المدر. الترشي يبهر في القائم الثاني، هو عنتر شاير سيفو، هذه المرة براسو يهتاج ويدق الحصول الإيفوارية ويعطي للترجي أجمل أسبقية. الترجي في وضعية أكثر من مثالية، وعنتر يحيى يحقق الأماني في هذا الشوط الثاني.